الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل علينا أفضل الكتب، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأمرنا بالاجتماع على الحق والهدى، ونهانا عن الاختلاف واتباع الهوى. أحمده وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ترك أمته على المحجة البيضاء، لا خير إلا دلها عليه، ولا شر إلا حذرها منه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوه عباد الله، كما أمركم في قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله خلق الناس لحكمة عظيمة، فلم يخلقهم عبثا، ولم يتركهم هملا، بل خلقهم لحكمة، وأحكم خلقهم وأخبرهم فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث لهم الرسل يدعونهم إلى التوحيد والهدى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجعل لهذا يا عباد الله مكانا خلقه للإنسان، وجعل له أجلا ينقضي فيه، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وجعل لهذا زمانا، وجعل له انقضاء، وكتب على الأرض ومن فيها الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأشرف عباده: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وبين لكم ونبهكم عباد الله فقال: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. لينتقل العبد يا عباد الله من دار العمل إلى دار الجزاء، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن رحمة الله يا عباد الله بالإنسان أن جعل للإنسان في الدنيا عبرا، بها يعتبر وبها يتذكر. وإن من تلك العبر يا عباد الله مرور الليالي والأيام وانقضاء الأشهر والأعوام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير يا عباد الله هنا هو الشيب الذي ينذر الإنسان لقرب الارتحال من هذه الدنيا. الله عز وجل يقلب لنا الليالي والأيام لنعتبر بها يا عباد الله. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي مرور الأعوام يا عباد الله زيادة في إقامة الحجة على العبد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أخرجه الإمام البخاري. يقول الإنسان منا بانقضاء عام زاد عمري سنة، وذاك حق من جهة العدد، لكنه من جهة الحقيقة نقص يا عباد الله. فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه نقص لا يعود. والأعوام خطوات نمشيها تقربنا إلى الآخرة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأجل يا عباد الله ليس فيه إنذار ولا تأخير، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. عباد الله، عباد الله، معاشر الضعفاء، إن مرور الليالي والأيام وتتابع الأعوام يذكرنا بالموت. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام يعبد ربه ويتهجد، فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وتذكرنا الموت يا عباد الله ليس لنشقى في الدنيا، وإنما لنستعد لما هو خير وأبقى. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. أخرجه الإمام ابن ماجه. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وإن العامل في الدنيا يا عباد الله الذي يعمل فيما يرضي الله يكون يوم القيامة من الفائزين الحامدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. نسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وإفساد المفسدين، كما نسأله سبحانه أن يحفظ إخواننا أهل السنة في كل مكان من كيد الشيعة الروافض وإفساد الحوارج المارقين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله، الحمد لله هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المسلمون، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. احذروا من فرقة ضالة اتخذت من التجسيم والتشبيه دينا، ومن الطعن بالنبي وبالصالحين سبيلا، ومن تكفير المسلمين بنسبتهم إلى الإشراك مذهبا، فأعرضت عن طاعة الله ورسوله واتبعت غير سبيل المؤمنين. إنها فرقة الوهابية الذي أنشأ دعوتها منذ 250 سنة رجل من نجد الحجاز يقال له محمد بن عبد الوهاب، وتبعه على ذلك بعض الغوغاء من المفتونين، فروجوا لفتنته، وكان بسبب ما سخرت لها من وسائل وجهات مأجورة أن بلغ شرها العديد من بلاد المسلمين، فاشتغلت نار الفتنة، وظهر خطباء السوء، وغمت البلية. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة هذا الرجل لما ذكر له ناحية نجد الحجاز ليدعو لها بالبركة، فلم يجبهم لذلك، وقال: منها يتلو قرن الشيطان. رواه البخاري. وهذه الطائفة اتخذت لنفسها تسميات أخرى مزورة بغرض التمويه على الناس، مثل السلفية وأنصار السنة وغير ذلك. وليعلم أن محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في القرن الثاني عشر الهجري كان متبعا لسلفه في التشبيه والتشويش على المسلمين الشاذ بن تيمية
المخالف لأهل السنة والجماعة، بل وزاد عليه سخافة وقبها ووقاها. ويذكر أهل العلم أن محمد بن عبد الوهاب كان عاقا لوالده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان الذي كان عذبان عليه، وكان يتفرس فيه ويقول للناس: يا ما ترون من محمد من الشر، فقدر الله أن صار ما صار. وكذلك تبرأ منه أخوه الشيخ سليمان الذي كان من أهل العلم، وكان ينكر عليه إنكارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به، ورد عليه ردا جيدا بالآيات والآثار، وسمى رده على أخيه فصل الخطاب في رد على محمد بن عبد الوهاب. وكان يصرح بتكفير الأمة ويسمي المسلمين مشركين ويستهل دماءهم وأموالهم، فتسلط على أهل البوادي وصاروا يعتقدون أن من لم يعتقد ما قالوه ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدور الدم والمال. ولذلك أرسل من يقتل أخاه الشيخ سليمان ويعتاله، لأنه كان منافيا له في دعوته، لكن سلمه الله من شره ومكره. ومن قبائه أنه كان يكفر المتوسلين بالأنبياء والأولياء والمتبركين بآثارهم، وكان يقول بتكفير من يقول يا محمد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى عن الصلاة على النبي، وكان يتأذى من سماعها، وينهى عن الجهر بها على المنائر، ويؤذي من يفعل ذلك، ويعاقبه أشد العقاب، وربما قتله. وكان يقول: إن الربابة في بيت الزانية أقل إثما ممن ينادي بالصلاة على النبي على المنائر، ويلبس على أتباعه، بأن ذلك كله محافظة على التوحيد. وكان ينتقص من النبي هو وجماعته، وقد قال قائلهم في حضرته: عصاي هذه خير من محمد، لأنه ينتفع بها في قتل الحية ونحوها. وأما محمد فقد مات ولم يبق فيه نفع أصلا، وكان قد أحرك كثيرا من كتب الفقه والتفسير والحديث مما هو مخالف لأبا تويله. ومن قبائه أيضا أنه منع قراءة المولد الشريف، ومنع الناس من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من نتيجة عمل هذه الطائفة القائم على الدعوة الفاسدة والمدعوم بالأموال الطائفة تفريق كلمة المسلمين، وبث عقائد فاسدة، وانتشار أتباع ضلوا وأضلوا، فصرهوا بالتشبيه لزيه قلوبهم عن الحق واتباعهم للمتشابه ابتغاء الفتنة والميل الفاسد. وصار في بعض البلاد يتجرأ الأبناء الذي تتلمذ عندهم أن يقولوا لآبائهم وأمهاتهم: نحن أولاد الزنا لأنكم ولدتمونا على الشرك. وقد تجرأ بعضهم على محاولة قتل أبيه لأنه ممن يتوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان تالي الكتاب، وفارس المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وصحابته الميامين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالشيعة والوهابية، اللهم طهر أرضنا من الشيعة والوهابية، اللهم عليك بهم، اللهم انصر إخواننا أنصار الصحابة المجاهدين في كل مكان، اللهم وفق ولي أمرنا ورئيس دولتنا عبدك عثمان بن الغزالي بتوفيقك، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم شتت شمول أحزاب الشيعة، اللهم شتت شمول أحزاب الشيعة، اللهم شتت شمول أحزاب الشيعة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.